الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فردقان وفردق اللبات كساب سنة كلمة دي تعلم كتاب الله واتبع ما فيه وحين صوم الرأي خلاصي رفو كساب سنة إلهي كتاب كيسا إلا برطوء لقد داله رجينا ربي وصغير سبحانه وتعالى ومضى أي بران إلهنا وقلنا وذان حلكي سنة أي قتال عاوه هدى الله إلى هذا وحين مركا اسكو دينا قيبت اللبادين عن قبل قبينه وكسب سنة خلقا ككتاب كإلهي وموضوع قيبت وقذ بلارين هاي لكن وحن اسكو دينا إن سيدي هبين كودن بيسوك لأن تتابشو أن كقبحو كفل الروح المسلم كهدهوش الله سعوده baraarujina u noqonaysa waxaan leenahay gaayada iyo ujeedada loo soo dejiyay kitaabka quraanka waxaa kamid ah ujeedooyin badan buu leeyahay mid uu weyn in lagu dhaqmo oo ummada la gaarsiiyo oo manhaaj iyo wado iyo dhaqan laga dhigto ayaa ugu muhiimsan oo lafahada iyo naftada ku dhaqdo ahalkaada iyo reerkaada ku dhaqdo مسلمين تهدي أد مسؤولية دي حلو قبات أدكم ما مشو وهو شو هم مهم سنوي إلهي سبحانه وتعالى وحوت المامو إنو شيء كتاب القرآن كإن أمد اللوس الدشي عد كلو اللوس الدشي ما يجرت إن أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليه بوكيل وحالي النبي الله كتاب بانكو سو دجين الدش هذا دات كان أسو دجين عيد كلا الله ما هو إذن كان ليدين سود الشيء أو ليدين كان هنا تكوها قتان كوبا أستان كوبا بعدان أدون كان وانا أجي نول في عنا تكون ولا تان آخرنا أتكون لي بان تان آيات ذيك آيات الله معنا في سورة النساء إن أنزل إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكون للخائن خصيما نبي الله القرآن كأذان كوكو سود الشيء نالو حانا كوكو سود الشيء ومضى إنا تكون ما مشه إنا تكون لقنته إن هذا أيها الكحو كنتو مركا أجيادة كتاب كاللوسو الدجيي وإن لفوليو لا يسكن مامولو لغو رقمو لغا أمرقاتو أساقا منهج نولي لغا ديكتو وحكا لغا لغو قرب ودين وي حيل كادتكو ساريا لنبركونا ورقينا كتاب كبرتي أي حمبارس رقينا حملة كتاب الله ويد ذلك الدون يني هرمود أم النقضان أم مضى يهرسيت كردق ما يكردق عنك كتابك على الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكرون كتابك القرآن ك حلوس الدجي وجدوين كذا إن ذلك اللي يقدق وحمها اللي يقدق وانا قال لقطصه مسلمين إلهي سبحانه وتعالى لغو حسوسيه وحاول تودين كمذا إن الراعة أسرع كلي أن كتاب كله هي قانون كله هي حير كله يدقن آدم هي مخلوق أن لغو الله حنين كتاب أنزل له إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا الألباب وكتاب بركة يسون خير كيس بدنيا دول با الله يجو حكم كيس مقاصد كيس مبادئ كيس ومضى وحقوها نونا يو وشي بركيسان وكلام رب العالمين وصفة من صفات الله سبحانه وتعالى وأندون كأدومة الله وطلق أين يكوها نونا يكوها قاقا وحالو سدجيو كمدا ليدبروا آياتي آيات كربك القرآن كأين يدوحان ويفيريان ويتدبرون يدوحان ويكود أقمان ومعاني ذي كاستنباضين أي كدكتان توش أي أدون كسعضان وحكو إفسادان آخرنا يكو بدبادان أولئك الذين لعلهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم عدبا يا الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فهم لأنت إي فهم يريد كتابك ربي وحا إلهي كت المامو وكشي إن المنافقين يقال إسكاليه مسلمين تمرك وحا لقرب إن خلافان كدوا ونظن قال هذا إي منافقين وكتابك ربي سفع عنه برتان مركي برتان برشد أي تيوصيلة أي دون يا إن يعقول رقمان كتابك أو يفليان أو يا نفط ذو كفوليان وأهل كذا كفوليان وبلشدة يا مجتمع كفوليان ومضها يكون لقان أسقى أنا يوار كائن الدين عقيدة ويا هاي يا وضد يا قادل هاي قرآن كل قرد ما يقول الرعاي وحوك كان صدا إن هذا نتادون كي يستلزم الهداية في الدنيا
والنعيم الأبدي الأخروي والفلاح في الدنيا ورحمة في الآخرة. كتابك قرآن كود كرنا قنت أود فريس أود برتو أود أسجد دبقة شو وأسجد كهجان شو أدونك نوالوهنونا نحريس نوالوهلا آخران نعمة جنة إيو ليبان آخر لوهلا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إذن العمل بالكتاب وحاكي إلهي كشيغي إن هانون إيه هداية لغيه لي وشي كو قاميني أو خير كو قاميني أو كو هانونيني وحالو كيني وحايا هين لغو هانون لغو هاقاقو ودتك يكو وناك سنادان يكبر كبر واقبنا آخرية دون بحمانا يكغل لحلان باب الله كيني وشيدك الله كيني بما يجرتو. إذن وحانو كيلي إنا قرآن كو لغو رقمو ثواب كيسي أبال كيسو والهداية الدنيوية هي أجر وين آخر الله له آياتك لو هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. كتابكم بركيسين اللي سودتشي راعة إلهنا كعب السادة هذا راعدان محد ليسان الله إذن حريصنا يا سبحانه وتعالى. إذن قرآنك ولا الراعو حي آيضو قرآنك كتباحي يستلزم الرحمة وهذا يعم الدارين نحريس يهدايو يهانون با كتشير الله بضا قيبوت با آخرها الدين لاتقنا طريقة جنادة كهانون إيسا أدون كان وضد التوصان صالحات أي يكوهنون النية. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. كوار راعي نور كي نبي قال لقصود دجي نور كنا الدواء وقرآنك يا كتابك ربك يا كوار راعي هوشا ليمد وكوار الليباني عكس كذا وذكتين كوار الليباني وقال هذا إنه لا يفلح الكافرون. إذن العمل بالقرآن وحوكينا لبان آخرين مدع الدنيا وحوكينا هنون آخرين مدع الدنيا وحوكينا نحريس وحوكينا خسارة الآن أصول الله قرم برنا بربر إيا بابا آخرين أدون بلغة ديفا. قرآن كو اللغو دقو اللغو دقمو وحالغة هلا إن لغو بدبادو فتنك إيا مصائبت إيا جهلك إيا عقيد حن نفاق وحان إلهي سبحانه وتعالى رالك آهين أو رنبا لغة بدبادا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سلفك وحيد هذين حبل قال لها الله والقرآن حبل الله ذا اللي شيغي قرآن كوهي. عبد الله المسعود وحيد إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين ينادون يا عباد الله هذا الطريق فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله القرآن. عبد الله وحولي هاي ودوينك آدمه أي مراني أدونك قاضاني كل وجيان شياطين باب حدو شوكتا شياطين تو يكوك عن هذون ويكوي أدونك إلهي وحقا صومر بيكولي هذا شيطان كورني وضد صومر وضد قبيلة صومر مد النفاق صومر مد الديمقراطية صومر مد علمانية صومر مد خيانة مد بنت مد بغرتا مد قرابة قويسني مد الدين لأنت مد صلاة لغتك حمار ودن ودوين بيل هذا وضي الشيطان وكاب قبيل الشيطان انت كابه يا تاغن وكوك عن هذا كوي ادو ما ركتت لكن نفترض الله حريريا وكوي ريا ادو اسفردي اردن بدر كيسا ينادون ينادون يا عباد يا عبد الله هذا الطريق بكورني ادونك الهيو ماشا يقول لها قادم والغبا باي وضدن سوقات بكولي عبد الله باسد ورنيا عبد الله نحو رقن ولا احاديث نبي كم مقلي موسى رفع شرين وانا يكون الرسول ابو سن ناجب بلوكيس وكبق شرين حديثك واسوق مركا نبي كم مقلي واسوق لي جري شيخ جري اسوق كبقي انه وحون هفو ام اوسكتيو النبي عليه الصلاه والسلام اخر وقصد والله الضوض صدرت موقوفات من مسعود اكثرها ومرفوعات بالليل هذا وانا صحيح بدن كي وحوري ماك امامكم فاعتصموا بحبل الله حرق الهي قبصد فان حبل الله القران حرق الهي وكتابك الهي قرانك الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون في سورة البقرة واتقرنيسان كوا أن كتابك سينيب عليه كتابك قرآنك وإراعيا سر بين أراعيا أحد كو كفريين وكو خساري آخرية الدون بخساري عبد الله مسعود ابن عباس إيه أردوذ المجاهد من جبر إيه كريمية قتادة وحي كفسرين آيات يا صحابة يتابعون كفسرون إلى هذه يعملون به حق عمله وي. أولئك يؤمنون به وهو العرس
تلاوذا هذا الله الله يدان واتلاوة اتباع وعمل به إما تي قراءة هيد ما بيد هذه هذا القرآن كروح كل رقم فلية نفتي سكوت طبقة أهل كي سكوت طبقة أمة الجارزية كوت طبقة كحكومة كاسا قرآن كرميسن نينك أن كل رقم من قرآن كان مر رميسن آية كصبحي العمل بالقرآن وإيمان به وعدم العمل به وكفر به أولئك يؤمنون به بالليل ومن يكفر بأي بعمله فأولئك هم الخاسرون سداسي كفر سيرين وحيكولو إلى هذين مركي كهلين آيات داس ألا ترى إلى قوله تعالى والقمر إذا تلاها يتلونه بيفسر ينسلف كصحابة يتابعون إليهن التلاوة هنا واتباع القرآن والعمل به وإن قرآن كلا الراعو ولا الضبقلو أو لو رقم ما إلا الدريري محاو الدليل والقمر إذا تلاها بالليل مركو ضيح الراعو محو راعية تلاها هذا مركو أخريا مسوى مركو الضبقلو والراعو واتباع آيات داس تلاوة الغش يقيب وحيلي وحوي والاتباع ابن عباس يقول حال قوذا يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه ونفس اللفظ وثابت عن مسعود عبد الله وحيليه والله بدي حبري القرآن كأوي قانا باتفاق المسلمين قرآن كمعاني سي تفسير كسي أحكام ديسة لبضو ذا سعيش ذا ابن سعود يه إيا ابن عباس لبضو وحيليه وحال قوذا يتلون وحق تلاوته قرآن كأوي رقمه الراعة راعدا ربتا وحلقا ودا قرآن كوحو بنيين اتبنيستو اوت كردقانتو وحو او كاربين اات كتكتو تكفقاتو معانيه سئيو احكام تسنا اذن ليحن اوضن لقن شبارو ميرو سن لاين حكم كإلهي اذن مرينين روايك لأن تحل حلالا وأن تحرم حراما وأن تقرأه كما أنزل ولا يحرف عن مواضعه وحو القرآن كبنيين اتبنيستو وحو كاربين اات كتكتو لو آخر حق أدها أي حروف تسين مخارجتها هي تجويد كيس لو آخر يسدو ربي كسو دشي أصون لغو قلوين بريان دم بقولية تجويد كيس لغو قلوين باتشرة أدان جانس المربان استابدونا لكن كما قالوا مركا حكم كيسي عمل كيسي لغو قلو وقولية أديه سي نطق كيس لغو قلوين باتشرة لفتر كوضو ولا يحرف عن مواضعه حقنا أن آياتها قرآن كاللقل حين معنى هذه ماشي أبارها هي انتباحها هي أهل البدعة هوشا كبدا آيات والبا قرآن من أهل البدعة أدر أنت مركا والليحين أحد الصالحين بأن يلي سنكو أغانكرا إن سنة أهي إن السنة وحدكو أغانكرا تابعوا لحديث نبي محمد كسوغا أما آيات قرآن هذي واحد آمن سنة هاي ربطم بتدعبها طيبوا وحاضوا آمن سنة هاي وتكدين دقان يسو حديث نبي محمد صلى أما آيات قرآن هذا ينطق بالطاعات حقوق شرك إزجلي سود سكوت آيات دينات كل يحس واحد آم من سنين فأنت مبتدع برم هالك باطي خاسر خسارة ما طيب زما مركز في يهود هاي آيات بن حريص النور يملا بيكون غنيس وتربتي لكن مركز آد أنكر آي آد خربنتو كهرس بدعو أسموده ودوروكي بلايا قادو أو معتزلية جهمية يكوهلان طوائف أهل بدع فرقاس آيات قول بقرآن أكو تابانيس ويكون نبي مركوا الليحين قولي هذا كتاب إلهي كتاكي الديمقراطية دا إيو علمانية دا شوعية دا جميع المبادئ الكفرية للحادية الهدامة قوليها قادو وعيد دوني ما نغدين آيات هذا يوصوما تقانان وما أتكيسن كران آيات الحكم والتحكيم والتحاكم إلى كتاب الله ضد أخرضه ويربيون يعني لك ما يعني قبصتي أما بحي ضدك قبي شر محام حلولن شري يا قبتان يعني تابتاد مودة قول يها ديك حق درادة عدادية ومن يقتل مؤمنا متعمدا هذين مغلا وابودة هيا ما أدكي سنكران قول يها صفات كالربك التحريفية كل عيارة الرحمن على عرش استوى هدوء مغلق ابوه قضانا الى باب كبوضية ان هذا فانتين بنوم ملايني قوليها حيل كأيو حارانت يبغت غاية ربدا كدب ووريق آيات الرحمن مغلق كرار
يعني نول بافدي قلبي هو قال شيء ورقتي إذا الشيطان نمضى آيات بوحد وحطابنا يا قرآن ما كان سبحان صنيع وحس كده يا مركي إنه آيات كل حيو ماشي كوس عطي يعني اللي قلت شيء ذي يوحي تلمامي يسيبه يكل يو كده ينو كل حيو كويعي ولا يحرف عن مواضع سلاس سلف كودان هذا مرة دي سيدة القرآن كوتشي ده اللي أسود شيء هو إن أيتها إن لو قدر ما أسجل لفوليو وحب أن يفهم دلال وقت إن لو قبحيه ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا مركي سلف كفسر وحيد هذين وفهم القرآن حكمة ننك حكمة الله سي خير بدن بال سي وحال لقوة كتابك ربك ننك فهمه إردوحة تفسير كيس انتو فما درك خرق ما اي ام عن سيده ابوغا ننكاس وحالسي الحكمة حكمة ما اه النطق اي قرامه والعمل مع التفقه والعمل به تفقها ان خرق انت الربا خرق انك قرآن وحاكم اذا مركض اخرين يسو وانا سي ترتيب او كاتسيون او معاني سروح يسو الله ayadu say u dhacayaan iyo meelaha macnuhu kala baxay shay walba sheego looga jeedo waa inaad la timaado kitabuna anzalahu ilayka mubarak liyadabbaru wa inaka sawd somari liyadabbaru ayatihi wa in ayadaha quraanka aad duuxdo ood fahanto oo laga yaabo maalinki marka aad ole maanta shan juz aad akhridid in allah subhanahu wa ta'ala weeydo lama kan quraanka duuxayso la socoto uu ku dhamaaya uu ku taabanaya waa ku hagaya وكره الله يا أصحاب محمد كل يقول لهم الله ينو أدو كره الله يكسو قاديسا ما أنت ينو دقيو أو أدو أنك الله الله يعطيه كسو قاديسا هذا القاضي كره عيا من الله يبكيم رسولك كره الله يا قرآنك كتابنا يا هو شرطن بوحد كده أدو كمر دافتو مركين الله بصحوا دافين بالله يا با لكن ما قرآنك كوي هي أقوام هرو تجينو كه الله قال الله شيخنا يكوت قال دي أبو جهل يو عطوا من الربيع عيدا كيسي مسلمين تلا شيغان اي كويين اهل بدر وباعه الرضوان اذا القران كوليغا وا حولن يحي بعد كلمه هادلاي وا قران حولن او ميل كلا اسوخدا مركا وا ان دريرينيسا حروف تاس اجركم بدر ادنيسا وا مشكله مركا اد لا اسكا الهالي قران كول الراعو لوو دقمو الله و خوينو شيغاي ان لغا هيلهايو هدايه ايو برارا ادون يا مد اخرو حدثو لغا تغانا ايان درو يا خساره ادون يا مد اخرا كيمناي qisada ku saabsan nabi ilaahay aadam abuna aadam soo digidiisi iyo jannada ka soo saarideedii qaalaha bitaaminha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma yatiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa hanunka ilaahina bittifaqi salafi salih wa ma ja'a min 'indihi min wahyi al-anbiya'i war-rusul nabi ilaahi aadam وحي لغو سو دجي الى النبي محمد عليه الصلاه والسلام وحي حق الله كيمد الدين اهابا هنونك لوغ جيدا اما هنونك مركا لفظا ومعنى من الله كيمادو اما معنيه سو وحي هان نوقدو الفاظ الرسول قال لي يمادو سيده حديث كو كلي مركا نينك هنونك يا الله راعب ور نينكاس ما دمهيو منا ايان درسن هايو وحا وهي خير يا برواق كو فديا ومن عرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا إلى آخر الآيات وذكر ليس قضية مركة آن ربو حوي هدي إلهي يقسم مربان لها للدونا وذادها يد قيدة يا والدك يا عررت وضبل لكن هذا الكي وحورعها يا رجل حملة كتاب الله حامل القرآن بان ربنا لها الله هذا الكوريه هبينك رب حين كسعودي كان عاونا كصعدا روح والبو مسلم مركا او تابان كان هدا او تابان يا لكن انو نيمان كان ما غنahay اي اوشو ايغو جرانتاي وا نيمانكينا قرانكا برتي الهي كرامدا او سيي لكن كرامدا ايدا ميقان كدي قيمه ان مرنين وحا لا يبا ان ذهب هيستيه دهمن حقنا ادغفوريا سالغيل اد مودو وحا لا يبا ربي انو كرامي لكن ادن غرانينين أفدى سامرك الربائين أن كدقوا حديث كي زيد بن أرقم سنن كاي سو سارين يا أحمد يا مسلم بدقرنا يسار حديث كي ديرا نبي عليه الصلاة والسلام أيام مال نحن كي استجب لصحابه زيد بن أرقم قام فينا
رسول الله ذات يوم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيبه، وإني تارك فيكم مثقلي. نبي حول المسلمين عنا محمد بن أحمد مالك استاج سو نأخذ بيني بعد العصر بو استاج صوبانو عليه الصلاة والسلام في آخر حياته أد بو دردار مجري وحلاقي يا بنتو نبي الظهر استاج إنه مغرب كنت قد مرة كقاركون لكن الله شجع إن جري زي دو ده هاي النبي حسكت ده إنتو لا دردار مكرو إنه لا دردار محرتي زي الصحابة دي سفر أنت الدين ده دمبالك وما دكتم بيزوج قرسيه نبي حكوي عليه الصلاة والسلام أنا ابن آدم بانهاي وحاد دو مرد دو إلا إيهره والرب جاي رسول كسي إيه ما دوم ملك موت كأه كدبنا أن أجيبه لكن وحاد إنك قلت يا الله بشر العلوس وتكبت باريسان هذا كدراشة أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فاستمسكوا بكتاب الله وخذوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ابن صحابي نبي حول متك أهرية إن إنك قلت يا علوس وحاوي كتاب ربي هنوم باكوتشيرا نور بحمبارسيا والكتاب كرب لها يدكم كالهرين فاستمسكوا بكتاب الله اسقى النبي اللوجيري فاستمسك بالذي اوحي اليك هي انك على صراط مستقيم اذا فاستمسكوا بكتاب الله وخذوا به صبنا الفادي سحابي وحور نبي هدي انا هذاك دايرا مكيري كاري فحث على كتاب الله ورغب فيه كتاب كله إن لقول رقم أو لقب صدق أو لقوى عن أو لقب بيرن أو لبال مرن وأسجد الدين لقد قلت النبي أمضى كو عربية كجوبابية كتر ترزي ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل في أهل في أهل بيتي ثلاث مرات وحان كلو ذين كقدر دار ما هي آل بيت كي أنا كذا ذا لا ما بيقول هنا آل بيت كسر واحد قدبي أو لباب بيني أو دبده وقاعد حتى وش يعني هذا الرسول كإلهي أهل كيسي صالحين تآية وصوه كرد شيء يجرب كيسوه سيرب بني هاشم يرب بني المطالب يحاسس كيسي يعرض أوه وأها هذا وحيدا صمال إنك تعيش هاي مقشة اللوشرة إنك تعيش هاي وحكي لإسكاد هاي دادك إسكاد دا مقشة أصوه أرقيسة مقشة بلورها عابة شعيلا أصوه قبطه صوبانه إلهي أهل كيسي بالكور دادك إسي كور عروض كيسي أبد كيسي نبي حلو أهل بيتي وركد ذلك إسكي إلى لي ها إذنا صدح قرب النبي قال أنت أكو عليه يقول محل شاهد يعني أحد يقول مسلم كنت أتقرن إذا محل شاهد كوا مع أن قربه لا بد الشيء النبي يقول ويات كبت بالي سانو واتجه يا وحجابنا يا وكتاب الله فيه الهدى والنور فاستمسكوا به وخذوا به كتاب كإلهي مرك إن أظهر لسان أذكر قنتان إن أظهر لسان كو حكا إن أذكر قنتان جماعة من السلف حيرون سيرين وما بين هذا له وحنو بهنا يروح نقوى أن يعمل ما هيكوى ذا لو تنسى عنا هذا الشو وحات شيء يسأنه كام وضاك خير بدن وحات شيء يسأنه كام وضاك خير بدن رجي نمرك كتابك الرب يوحن بارسا ومضى هل دور كذي حدقه هذي هذا الكتاب الرب يقول لك أن تنو دقن جلسان ومضى صورن بدون قن إنسان تصالح هريال أحد لغود ضيده هدي لكن يدونك آد أمد أول لذاتان روال بمكال لأيقا آد أمد أمال لمتنا بكال لذاتان هدى كتاب كما أيضا قيمينين أمد نعقمي يلي كرتان كتاب إلا يكون رغم وقاته حرمي وقدريه كامر قاته حديث كمن عباس واسونا معنا وكلا كيمين رسول كإلهي با استاقيب في حجة الوداع أياما منا بأهي ما يعرف يد بلبضو والله الشيقة نبي مركو استاج واهل وحون يري إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون أو مما تحاقرون من أعمالكم عفوا شيطانك كوكو استوضا وكسمر إن جزيرة العرب لو عابدوا أصنام أو ثاني كسي جاد والنبي بابي عليه الصلاة والسلام يا أصحاب تيس لكن هذا الشيطان حقوقا عرها لكي هاي دنوب يرض فضيسان إيسان إن أتكد عذاب لو أنا كسر الله تضبط شرط تضبط جد بوقر عادات كبني آدم كشيطان كتضبط جد هذا قربان كلمة كقال الله من هذا كبد بدك قالوا كود يارنا يا مد قالوا تضبط كهرباء استا كانوا كوجس يدين هذا كبد بدك قالوا وادي وودي مرك أضم بيسوي حكوجين يا عمل لقى خير بدن يا هاي
oon ajir badan lahayn ayuu wuxuu kaaga dhigay ugu fiicnaa meeshaas aad ku dhufleynaysaa marka asoo wuxuu faa'iido ku joogaa inuu ka mashquuliyay acmaashi khayrka bandayd macsi buu kugu kari waayey bidcu kugu kari waayey kufr iyo shirki buu kugu kari waayey xumaan kale wuxuu dhan wuxuu isku dayaa marka inuu kaa dhaadhiciyo hawshan aad hayso wax ka fiican ma jirto soomaali dhada u khayr badan kulligood ma garanaya waxa ku fadhida halkaa ku gaartay buu kuleeyahay jannad ku galaysaa markaas wuxuu kaa mashquulin oo kaa ilduufinaya camal weyn oo haddaad la timaado aad dadkoo dhan ba dhaafi lahayd asugu faa'iido inaad habsaanto kheyrkaa ka hadha dan bay u tahay haddaad doonto naar bayaadan gelini lugooyo bini aadan buu ka shaqeeyaa isagu waa in xariif hadda ilaa abuna aadam soo taagnaa oo boqolaalan kaarta la soo baxaay nabigu wuxuu yihi faxdaruu ayuha annaas innii qad taraktu fiikum maa in ictasamtu bihi lan tadilluu abadan kitaab allah wa sunnata nabiyi nabigu wuxuu yihi iska ilaaliya shaydaanku yuusan acmaashan yararkiiyo macaasida dunuubta idinku baabi'inin intaad islaan shirki baad ka badbaadeen xumaan kale ha ku dhicina muslimiina waxaa idinka tegay buu shay hadaad qabsataanad ku dhagtaan aad ku badbaadaysaan weligiina aydan dhumaynin waa maxay waa kitaabullah wa sunnata nabiyi kitaabka rabbigay iyo sunnadii nebi maxamed dariiqadiisii wadadu nabigu qaaday ee u qaaday ku dhaqanka kitaabka weyniinta kitaabka hirgelinta kitaabka qadarinta kitaabka wadadu nabigu u maray waa maxay wada la yaqaano qoran weeye nabigu dhaqan ahaan iyo qowl ahaan wax walba ku muujiyey kitaabka rabbigay weeyaan buu nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo sunnada nabi maxamed labada dariiq waxaan ka in lagu badbaadaya ma ay jirto waa haddii la rabo inaan aakharo aan badbaadno naar iyo cadaab iyo ciqaab ka badbaadno adduunkana bayaxow iyo berisamaad aynu helaan taasaynu ku badbaadaynaa xadiidki mucaad ibnu jabal baa isaguna baabkan ku yimid ee dheeraad fi sunan abi daawuud ku marteen ina allaha xakamun qist wuxuu yihi taabicigii mucaad baa maalin walba jalsu noo samayn jiray uu nagu waaniyo axaadiista kaga qaadano fiqi nin faqihu ahaa oo caalim afartii wadaad uu nabigu dardamay qur-aanka in laga bartuu ku jiray ubay ibnu kacab iyo isaga iyo cabdullahi mascuud iyo jamaacadiibuu ku jiray fadhiguu soo fadhiista wuxuu ka bilaabayaa allaahu xakamun qistun aw cadlun fii riwaaya هلك المرتابون إلهي سبحانه وتعالى وقرصور عادل أون إيحانين أون أحدنا الدلمين أو إمضوا أسمان تاي سمع الله دوية قانو عيد إلهي إنكم وحل الرب يا تاي مي هذا يا تاي قويس كي تاي مي هذا واسينا يا الله حكم عدل قسط هلك المرتابون قول يها دينك كشكي سويها لأكسي من بورنشري إن من ورائكم فتنا من ورائكم فتن يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن فيقول قد قرأت القرآن فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ثم يقول ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم بدعة فإياكم ومبتدع فإن مبتدع ضلالة اتقوا زيغ الحكيم وفي رواية زلة الحكيم فإن الشيطان يلقي في الحكيم الضلالة ويلقي للمنافق كلمة الحق حيري ورنمي وإسئلالي الدين كان يلقى شكيين وحاصوص عدوم مع المهرطة هذا فقري بين كتر حالات كيرا ذكبا لكتر حقوق رشيد باكرا laakiin adduunyaan laydiin furi doonaa bu asxaabigu ilaa nabiga u sii sheegaya qur-aanka laftirkiisu dad yar baa yaqaana dhowr wadaad baa xafisan inna way baranaysaa horjeed baa loo badan yahay qur-aankii baa ummadda loo furi doonaa ilaa ay haweenku bartaan oo ay caruurtu bartaan oo waayeelku barto oo ninka yar barto qur-aankii marka la wada barto oo garbasimo la noqdo ninba wuxuu is odhanaya sheydaan baa u sheekan wuxuu leeyahy qur-aanka waa lagula yaqaanaaye xirfad ficaada ku heli maysidii dugsigana caruur fiican kuwa in maysi iskool waa inaad furto iskool waa inaad samayso waxa waa la soo wada galay soomaalida qolyaha hadda dukaan leyda iyo ganacsata meel yarbu meherad ka furayaa soomaali baa arkii way ka gara furahayaan wuxuu dhan baa isla hirg isla noqonaya uu ka wareegahayaa xisaab kale uu keeraya iyo mashruucyo kale mashruucii baa lala fahmay uu ka guurahayaa tobankii sanaa mar buu daldalanaya wadaadihii iyo qur-aankii iyo diinkeenna sidoo kale u noqday saxaabiga inoo tilmaamay wuxuu yidhi wuxuu is odhanayaa
quraanka waa la wada bartay hawl gooni adiga lagu xurmeynaya ma ahe haweenkii baa aqanaya carruurtii baa bartay duqaydii baa yaqaana waa inaad keento mashruuc kale iyo barnaamij kale oo xoogo xurmo aad ku hesho biyo cabbaadi hawlo shidina ay ku jiraan marka muxuu keenayaa muxuu keenaya wax qur-aanka la garab dhigo oo qur-aanka lagu bahdilo madarisaa la samayn iskuul baa la samayn kitaabkii ilaahay baan ku dhignaa baa lagu dhihi xiisad sakaraada oo xiisada ugu dambaysaa oo saacatulqanfuura iyo macalin qafal marjacah ayaa lagu hagaajinaya kitaabka ilaahay soomaalida arag iskuulaadka soomaaliya aan u garanaya iskuulaadka soomaaliya aan u garanaya maadada diiniga waxaa naloogu dhiibi jiray macalinka macalimiinta horta ugu fool xun ugu nadaafad xun aan xaraga fiicnayn asxaabu shiid ah dabeecadda ka aradan haddaad wax weydiisan rubaxa kugu taalla iyo derbiga qabso iyo foorarso iyo gacmaha taag saacadda u dambaysa in daaqadaha ka booda inaan rabna inaan qada doonno ama aan meelaha jallaata ka soo godanna baa lagu aadinaya oo lix saac ama shan saaca wax yar markaa jo qur-aankaad nici oo maadada diinigaad nici fysigiska iyo kemistry iyo biologigaad raadsanaysa iyo sayns iyo maxaan ku dhaha taariikhdi waxyaabaha sheekasheekada iyo berer waxaa jiray waa hawl la dejiyey wey shaydaan baa hawsha u degay qorsho habaysan weeye aadama ninka loogu talagay inuu dhumiyo ayaa xisaabtan keenay kuwa hadda islii madaarista ka dhiga maadada ugu liidata in lagu dhicin ma taqaanaan laguma dhaco soma garanaysaa waa maadada qur-aanka laguma dhaco haddaad farta qalluciisood aad dhegto waxaad moodo lug digaageed iyo farhaad aad dhegto lagu taaban maayo soddon gor haddaad gafto halkuu taalla maaha haddaad boqolkiiba labaatan iyo shan ka keento hore usoca lagu leeyahay waxyaabihii mawaada kale maadiga ama gaaladu wateen ama xoogahu shilima lagu helayaana hal xaraf lagu cafin maayo waa bahdil qur-aankii baa min darfin khafiy si mubaashira aw gayr mubaashira ayaa ummadda looga fogeynaya maaha keligood madaarista caadiga ah madaarista ku yaalla gaaris iyo iishek bambaasi iyo nairobi caadiga ahe thaanawiyaadka xataa waa sidaa mawaadan lagu dhicin weeye aad lagugu sii dhibi maayo afar sanadoo lagugu leeyahay maadada qur-aankeed baad iska wadi oo jaamacadda bilaabi ood sii wadi kadib baad ku noqon doontaa mawaada kana laga cafin maayo waxay dhaheen soomaalidu geel ninkii lahaa dhacay hee yaa loogu qayliyey ruqa ninkalaa ku fadhiyana makacdaa la yidhi istaagi mayso waa been inay istaagto idinkaa marka qur-aanku ku fadhiyo bahdilahaye say ku barmoosaysaan oo ku hagaagaysaan hawshaa marka dib baynu annagii waarida ka tashadoon laakiin hadda bal idinku xilkiinno aan ka wada hadalno wuxuu yidhi imaamku markaasu hawl kaloo qur-aankii garab socotuu keeno oo wuxuu ugu magac koole iska ilaaliba hawsha waa lagu dhumahayaay wuxuu yidhi midda kale aniga dareenka idin geliyey iyo digidda aan ka digay dadkaasi yaysan keeni buu ninka caalimka ama abwaankii xakiimkae khaldamay khaladkiisa isaga dhannaa in lagu tuuro yaysan keeni bur waa xakiim in zaladiisa loo raaco yani ufir muwaasanadu waa faqihu lumma aclamu nnaasi bilxalal walxaraam ittaquu zallat alxakiim nin shekhood jeceshaybaa xoogu khaldami waxaadii khaladkiisa baan ku raacsanaya hadduu sheekhablamaba khaldamaba ama kulle isaga adiga ku dhaama hawshuba ku raacaya khaladkuu galin ha ku raacin wanaaggiisina ha beerdarayn oo ha bahdelin miisaan xumaantan ha ku raacin oo ka leexo xurmadiisii iyo wanaaggii halan u ilaali u dhowr waa miisaan baa loo baahan yahay wuxuu kaloo iska ogaaday bur munaafiquuna mar buu xaqa ku hadlaa iska dhowra bur iska ilaaliya wayulqaa lilmunaafiqi shaydaanka wayulqii lilmunaafiqi kalimata alxaq shayaadiin daalimiin oo fajaraa ayaa shay xaqa la imanaya oo diinka laga inay kugu yara mararka qaarkood ayagoo dan kala kale idinka sheekeeyey torontan waa 2006 oo mar tegay jaamacad weyn ku taalla toronto bartankeeda downtownka kale ku taalla ya waxay leedahay maktabad weyn mutaalaco masaajidkanba ka weyn kor iyo hoosiisaba ka weyn marka maktabadaasaan tegi jiray maalinkii dambe waxaan ku wax mutaalacan u aadi jiray meel kale dama jirto midda masaajidu waa iska yarayd oo uma filayn marka jaamacadda marka qaybta mutaalacada mooyaen qaybteyda kale
كلية الدراسة إليها كلية الدراسات الإسلامية إليها نين كبحي وأنا صور لما السنة كت جاي وهذا مريك جدا بيزين حسن الله فخرابي يبغى يغش كي يغش كي يدي كتاب الدراسات الإسلامية قيبت حديث لو حد دراسية قال يهودي ومستشرقة سنة أبو داود بدراسية وحد دراسية أرض مسلمين والصومالية عرب إيشيان كلاباله مركون شرح أي حديث كسيس وشرحية وحينما يقول محمد هذا إنما يعني كذا وكذا بوليه مركون محمد حوارك رجل عبقري حكيم أبوان إن دير قرض الدرع أدونك الصومري نبني بضم اعتراف سنو أدونك أن إلا ماذا مصمرين بوليه لكن إذنك وذا أمسن الرسول يا لكانوا ما أمسن لك وحنا أمسن هاي نين راقيت أدونك أن إلا ماذا الله ما أرق بوليه ما بيش ما نعمان دونه أقول إسكريمي ميل تولي رسك قصو كورن أبيه كرد انت ويدي كرد ما تقوه كرد انت ويدير كرصدي أوسي ونلوع عرسان هيدنا مبدأ اللي أدون كورن بقى بصدي داد كيسون وين كورن بيسمى دمان بوري ماشي بني آدم كالوايس دمان مبادئ ذا كورن وحيول وايس دنتاون ما ينسبا كسو عضا أسوق هوش اللي يمد وحن بلاس ما بيقى النبور ما كان نين كان هوش دراسة قوة دينا كنتن سنان درازينا يبرا وشوق أنوضا مركوا منافق كبدنا قال وين بوح الدراسينية ومعلو إيه هاي أرض المسلمين تاعي معاجم وين هذا وحكب بارتان قال قرطي المعجم المفرس الله ما يقال قال الدياريسي مستشرقين وضنك لك لها إن جينا الدراسين هي سينو أم فهما وحنا هاي نينك ما كذا ربطينا الله دع على أنت أما أدم يسوع وين غرت وقت وحويه محك عروضة محايس كدر الكرة قبل اللي يري رجوا حوال عليه يا أمي سكوت لك كان محي كنت هنقول بي كنت وذي يقول والله امتحانك هنا فرح وقص يا وحو يري مستسقى فرح لورنج ما كان يا وحو يري دقيب وحكو يري نوال بناف انتو سوق ورحا ايك يا نحب انك ركس كود له اما والا عليه وذي بان نفس سوق ورعصوه ونهي يا بيرك يا لابتي شفك يا سكارك ديارن هيا يا قبل دي سوحي تري وحن اسكد دايو بو عن صوب حبيت رنجورة انت ديك سكور اوجي ان كان دتك الرجاء والوالد شجيس نبو والان تايم ما يتر وح رجس كل لايا اما ولا لايا بحر كان ويقاد نام يدي لاود بلاي ما يعدي وجي بيتري وده يقدر قرير هاي دقيدة كلا نن كورس كيرا نن بارك كيرا نن بير يلا جوك يصور رعي نن تشح سو كيرا نن ولا حب سو شيء ذي أضيعهم حلق جبنا قاعد تلقي الرئيس وحوا ذا صحن بوحقو ذا هنقول كل شيء أو توبة توبة وذا وقاس كي جرات كي يقولوا على وار كي مركين وكوه بسنين كان باش هلاي نين كان حوا ما نقامني بكتو معي ويقان رجع نادو كلا يقانوا حورها وش هذا بعدن كينيني يا كيني وروح كلا نافي بروشان روا وو عنا وحاني حقيقه جايه بريا لور ديزان يا سكار كان حقيقه جايه الابتن ويا الابت رك اسكو ديشه اسونا كانت وحو له فردان يا ادو كو كيره تو انكار قبطا يا بق غراد اي واشي بر انو مي ايدها ايدها ويدي ان لدي لو كبقايا ايدها من ربا غبد غبد بو كدونا غبد دران ربا بو غبد هاوشن كاراتاي غراد في عقل بيليده يا غرشه ديره سومل وخبي ديرتاي رك في عم بيدل دونتاي وان تمدن دونا اسيبو وكدونو غورسداي ينو ويلكيسا غورسدا مخصوصت يعني وحنا وجدا امد ما كان ربت اناد رغتو اما اد هاجاجيسو وانا دراسيسو ايدا شخصيتيدا دونتيدا هيليبكيدا ما اسكو دلا سدا قالو انو فانتو سميد ارق قال وين دراسيسي وحي دنو بانا بسو دوبن سومالي اسكو لاي وحي بانتا كليا ان ليدا كان الله واي وريبل يعني ريبل اي شيغا هيا ريبل بهدا فهمين هلا كلا قيبي وحو دحد لو بانا ان هتا كلا قيبنا ما باين بيد إن المشروع استعماله أو مشروع وحكوها بسدين واجي عرت سكر الميزان شركة عرت جيبوتي 4.5 كوران بوان وذا نوين آمن سنين لكن ما نأذ ورقم تشرين ما يرحل حد يشري هوست سيد وذات كرجال سيجري ما لكن وحدا ذا بورق دعوها فإنها منتنة هبين كنا وحدا ذا قربوها فإنها مصلحة أسوق قبيلة دكالة عصبية ده مركا
xogo waan ka xishoon jiray oo nin la soo istaaga annaga ree hebela anoo ree hebela waxaan rabaa xaqi ree hebelka waa laga cabsan jiray hoosta laakiin laga wada jiray carta lagu soo sharci gareeyey hadda nin weyn oo oday ah oo 80 jir ah la soo taagan waxaan in la keeno alaabta ree hebel oo ku faantay muul kama xishoonay sheekhi baa la taagan nabadoonki baa la taagan maxaa la wala sharci gareeyey aafo nooga dar hadaan soomaalinay naba haysato baashaas hawshaa iska ilaaliya marka waxaan u jeedaa oon u doonayaa ee munaafiqu xaqi buu ku hadli karaa lagu kadsoomo maaha waa la iska ilaalin ninka xakiimka baatil buu sheegi karaa waa in la iska ilaaliyo muhiimaddu marka ashkhaasta ma ahe waa mabda iyo waxaynu xambaarsanay aad in loo ilaaliyo markaas mucaado waadna wareerisay waxaatana munaafiqi xaq buu sheegi karaa ninka abwaanka ee xakiimka ee caalimka ahaana baatil buu ku hadli karaa si loo kala garan buu ku yidhahda ardadii way wareereen wuxuu yidhi faina cala alxaqi nuura iskuma khaldana buu shayga xaqa ah nuur buu leeyahay hadalka xaqa wuu ku geli waad fahmi ka shakiyi maysid soomaali waa wada culubo caamaygooda cilmi dhigood badan buu hayaa idinkuna culumaa tihiin marka shayga xaqa waa iska cadyahay hawlo kale iyo dana kale baad ninkan oogu eexna amaad ku raaci mooyeeni wadaadka baadilka sheega waad garan wuxuu inuu baatil yahay midka xorowga miskiinka iska sakaraadka ee sheega wanaagga inuu wanaag sheegana waad garanaysa ee howlo kalead ooga tegi ma ninkan yarkaad hoos fadhiisan kartaa waad dhihi mana reebelaad sida oday yidhi oo kale intii jannadii reebel jannadii reebel u dareereen buu waxay i dhaanta naarta reebel baa i dhaanta bu waagii hadda laysaystii cabdullahi yuusuf dowladda ahaa baan oday la hadlaanu saaxiibana waan kuuri hawshan iska da howl qabyaalad badan buuyuu kicinayay markaas wuxuu ree hebel jannadooda ayaa waxay i dhaanta naarta ree hebel baa i dhaanta yani baasha halkaasay gaadhaysa wax walba wuu fahmay laakiin mashruuc kalaa ku xidhan muhiimaddu marka aan rabo waxaa weeye shayga xaqa calaamaad iyo amaaraad iyo astaamo lagu garto uu leeyahay asaga un ha loo hiiliyo xumahana laga leexdo sayidina cabdullahi ibn cumar ibn cumar khataab ya wuxuu inooga sheekaynayaa sidii salafku siday qur-aanka u baran jireen ama ugu dhaqmi jireen wuxuu yidhi kaana alfaaduli min asxaabi rasuulillah fii sadri hadi lumma laa yaxfad min alqur'aani ila suura aw naxwaha wa rusuqu lcamala bilqur'aani wa ina aakhira hadi lumma yuqri'uuna alqur'aana minhum asabiyu walacma walaa yurzaquuna alcamala bih xuli ummadda hore anugu aan soo gaadhay saxaabada dadka waayeelladaan soo gaadhay qur-aanka wax badan maysan ka xifdi jirin buui suura iyo laba suuro dhowr bay ka xifdi jireen laakiin intaa ay barteen bay ku dhaqmi jireen buui hadda laakiin waxaa joogta caruurtii yararkaa indoolihii waayeelkii dumarkii raggii kulli qur-aankaay baranayaan laakiin waxaa laga indhasaabay buui inay ku dhaqmaan inay ku dhaqmaan baa laga indhasaabay abu cabdiraxmaan asulami taabicigaanu ka soo sheeganay 70 iyo dhowrka sano ummadda qur-aanka barayay wuxuu yidhi kunna idaa tacallamna 10 aayaati min alqur'aani lam natacallam il-cashra alatii bacdaha xataa nacrifa xalaalaha wa xaraamaha wa amraha wa nahyaha 10 aayoodba kaan baranno 10 ku xiga maanan baran jirin ilaa 10 xukumka ku jira xalaashay ka hadlahayaan xaraamtay ka hadlahayaan waxay na farayaan aayaduhu waxay naga reebayaan kulli aan meel saarro aayadada maanan baran jirin yacni waxay fahmayaan garansan yihiin ujeedadu xifdi ma ahe waa ku dhaqan waa fulin 10 aayadood usbuucan barata adoon ku dhaqmin oon amarkii fulinin oon xumay kaa reeban aan ka hadhin oo maxaa xalaala maxaa xaraamo aayadahan ku jira aan fahmin maysan tallaabi jirin maysan ka gudbi jirin looxi maysan dhaqi jirin kaasay daba tagnaan jireen leanna ujeedadu waa qur-aanka in lagu dhaqmo asagaaba cabdiraxmaan asulami dhaqan buu lahaa markuu ninka qur-aanka u khatimo wuu laba dardaarmi jiray 75 sano dadku mad qur-aanka bari jiray nin buu qur-aanka u bilaabaya wuu u dhammaynaya maalinkuu qalin jabinayo u yeedhaya wuu la dardaarmaya wuxuu odhan jiray yaa hada ittaqillaah famaa acrifu axadan khayran minka in camilta biladii callamta biladii cullimta cafwan wuxuu yidhi hebelow ilaahay ka cabso ilaahay baan ku dhaartay adduunka kuma ogi axad kaa khayr badan haddii aad ku dhaqanto wixii lagu baray runtii sufyaan athuri waa lagu ruux inuu qur-aanka barto iyo inuu duulo halgan u duulo gaalo ku baxo keed jeceshahay qur-aanka ha barto buu yidhi qur-aanka meel ha barto ha ku dhaqmo kadibna ha ii duulay buu yidhi markaas isagoo jaahila ii duulin
سلك وحده وحوجده ومركو يهي جهادك فرض كفايه مركو فرض عين يهي دكسو اللي كوسو قال دي بحق القران كبرنبا واضح مركا هيدا. حسن البصري اسوغ وحورن جير ان اولى الناس بهذا القران من اتبعه وان لم يقراه مفهوم حامل القران بسيف قد اسو قال وهو الخطره حامل القران قران كننك حبارسن قران كننك يقان بعدين بدن كمقليسان كتبته وذا دور إذن لين حامل إذن كنا حامل كتاب الله بنا هاي بالله مفهوم حامل القرآن بيسلف كه الله هي مفهوم لغوي آ يا مفهوم شرعي كلا شرع مثل اللغوي وحوي إنك القرآن كقبطة قيبة وان حامل بنس كلينا أما عند السلف حامل القرآن وإنك القرآن كقرقمة وإن لم يحفظه يوسن أقون يوسن تشكك قبنا مرهض وقرقمة وحامل كتاب الله إذا وحي كو عدايين وجدوا ما هي قرانك لو برانيي ان لو دقمه لفوليو ولذلك ان قرانك يقاني اي ماهر كاين اي دهينين هادو سن قرانك كو دقمينين ما اها حامل كتاب الله ما حامل كتاب الله وانك كو دقمه اساسو كو يدي حسن وحوري ان اولى الناس بهذا القران من اتبعه وان لم يقراه ابن عبد البر وحو يدي وحملة القران هم العالمون بأحكامه وحلاله وحرامه العاملون به حامل القرآن وأنا كتاب القرآن كي يقان أحكام ديسة حلاش سي حرام تسي حقا نقر رقمية عبد الله بن مسعود إن أحدكم لا يقرأ القرآن من فاتحة إلى خاتمته ما يسقط منه حرفا وقد أسقط العمل به علم متكين قرآن كوكبانية سورة الفاتحة إلى سورة النصب من حرف قفين وحتى مسكتنا صميد حتى كما قفين لكن كما رقم بور قرآن كيبو كتاقي مرك حامل كتاب الله ما إذن إلهي آيات القرآن كان سواخر ربي سبحانه وتعالى وينغفر أي قرآن كان إلا برطول لقو رقمه أحاديث دور كيدن صوت الماني آثار السلف كان صوت كل وحي تلمامين واتباحين ويتوكتين كتابك ربك وجدديس وحوي لو سودجيه ان لو دقمه او لفوليو او لغا دغتو دستور لسكو ماموليه ومن ثم حذيف بن اليمان ايا في اخر عمر النبي عليه الصلاه والسلام ويدي عليه الصلاه والسلام نبي الله شر يا جاهليه كفر بان كسو جري جري خير با اله نسي نعميه الدؤية الاسلام نمو اسلام نمدا وناغسن شر ما كدنبين دونا فتنك من نبي وشرحي حرف في الدنيا كان نبي الله خير مقدم بيدنا ها خير حقوق كتشرو مع عبار مكوش نبي الله فما المخرج وحنا فتنا يوحنا يسكن مرقي وحنا يسكن محلق قب حيا نبي حذيفة يسكن مجري يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه تعلم كتاب الله واتبع ما فيه تعلم كتاب الله واتبع صدح جرب نبي وقع عليه وانا حديث كان قصه قاطي هل كودا محاضره في الصحيحين ما تقرن يحكي ديرا فتن كهلا يوي تعلم كتاب الله واتبع ما فيه وحاسو دن محل او وريري كتاب ربك يبر كون دق اسغنا را واتبعوا لعلكم ترحمون بين الاطوم رئيسين نبي وان تطيعوه تهتدوا با لا يري اذا نبي هذا راعدا نبد هنونيسان لان نبي كتابك راعي ما يطيع الرسول فقط اطاع الله إلهي كتابك روحي قاتنا وهنون إياه اتبع كتاب تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ما وريري سويت كلا فهم إيسا وحان نسيب درا ووح آدي آد الله غن حقا أضو حامل كتاب الله باعي نايله أولي بأفكي علوم ذا إي قرادة إي حملة كتاب الله كوها الله إياه إنا تقال لي ما تاقرتو بل كور ربا إنا طاغوت تاقرتو إن القبيالات وحد حيدته إن الحمان كتاليسو مجالس الله صفريسو طوحان هاي حملة كتاب الله حامل القرآن مجلس القراء جماعة المقرئين مقاري ذي بان هاي سو أيان ترمى بعيدا زمالثو ميل عرد دردرسي آران كم حد مودة شيرت يا مالكوين كي ما كي قيلوا كذا دعاي قيل يركا أرضو بعب على يواطقنا قيل وين عرضة ترتيب الصعدة قيل ويل كاي قهليه قوارد هذي دردريا بعب على يان قرب بعض ينرقي معيسوق يا يا قالمه ودولا يرى يقرا مرك هذي رجي إن قرآن كترجمة يا أمي قاني
adu maanta ummadu xumaha uga horeysaan oo gaalabada taageertaan erayaanu hadda kama maqalina wadaad laga soo guuriyaba aad ii dhibo dhimbaa yiri baa la qoliyan quraanka yaqaana kamida annagu haddaan xamalatu kitaabillaahi aan nahay madaxweyne hebel baan taageersannahay anu ma dhegaysan laakiin shalay baan ii sheegay aad baan uga xanuunsaday annagu haddaana nimanka qur-aanka yaqaanay iyo oday dimuqraado mulxido calmaan aan taageersannahay miiskeenta wadaadu isqabadsii ninkii yidhi sagaaro yaan isku qabtay dhegteedii iyo boqonteedii baan isku qabtay un falaar iskula qabtay buu waxaad warbeen weynida oo isqabadsii way xoqonaysay buu iyadoo xoqonayso saale ayaan la helay buu markaasaan jeenigeedii isku qabtay dhegteedii marka waa suuragal say isu qabaraysaa waan ka hadli doonaa salafku waxay ka yidhaahdeen ninka xaamilu kitaabillah maxaa laga rabaa xaggee la rabaa qaabkee la rabaa inuu u dhaqmo muxuu iska ilaalin waxaa la rabaa in culummaad tahay xaamili kitaabillah baa tahay maado qiimo badan bad xambaarsan tahay ummadda muslimiinta daacad u noqo ur ha taageerin qabiil ha taageerin qoys ha taageerin dowlad ha taageerin kitaabka rabbiga wuxuu taageera taageer matamise ma aha jaabir wuxuu yidhi seefu la soo baxa markaasaa lexgadu wadaa kitaabkan qur-aanka ninku yidhah ku dhuftaan ku dhufanayaa buu ihi oba intaaba waxaana la faray buu ihi inaan seeftan kaga shaqayno man khaalafa haadaa inaan ka dayno man itabaca haadaa ruux waa inuu mabda iyo qadiyad leeyahay inaad qur-aanka ku burdhaglaysataan ood ku dawarsataan ood nagu baarataan yeeli mayno kitaabka ilaahad bahdilaysaan annagi baad nabaabeenaysaan qiimaha annagi baad ku ciyaaraysaan idinkii baa dulloobaya kadib waa idinka dulloobaynaa oor baasha ka daaya ummaddana ha loo naxariisto ha loo naxo xadiidkii mucaad ibn anas aljuhani yaa oo xadiidka ku saabsanaa fadliga qur-aanka iyo hawliisa ku saabsanaa baa faqra iga soo gashay baan rabaa inaan dul maro man qara alqur'aana wa camila bima fiih wa camila bima fiih ulbisa waalidaahu albasa allah waalidayhi taajan yowma alqiyaamati dawuhu axsanu min dawi shamsi fi buyuuti ahli dunya low kaanat fiih famaa dhannukum biladii camila bihaada abu dawud baa soo saaray xaakim iyo keyrkii sanadka dacfi baa ku jira laakin waxaa u maqnaatay kacay xadiidkii burayda bn xusayb fi musnadi axmed nafs alqadiya ku yimid waana xadiid xasana marka sidaa la eego nabigu wuxuu leh calayhi salaatu wasalaam qur-aanka ninkii akhriyee barta kuna dhaqma asaga waxa ku yaalle amar ama xalaal ama xaraam ku dhaqma labadii waalid ee dhashay yaa maalinka qiyaam waxaa loo gelin taaj baa loo gelin aad iyo aad u iftiimay oo qoraxda ka iftiim badan haddii adduunyada la keeno guryaha la dhex geliyo ninkii waalidkaa iyo qur-aanka sababku waa inaad barato ahalkaadii baa sidaas loo karaameeyey adigii qur-aanka bartee ku dhaqmay maxaad nabigu moodaan buu sida loo ninkaa maxaa lagu abaalgudayaa ninkaa maxaa lagu abaalgudayaa haddiiba waalidkaadii loo xidhayo taaj iyo boqor iyo karaamo ka if badan qoraxda adduunka joogta guryaha la geliyo famaa dhannukum biladii camila bihaada idan qur-aanka ku dhaqankiisu fadigaasuu leeyahay waalidku marka la karaamayn ee la sharfahayana markaad qur-aanka intaad barato xaggana aad ku dhaqanto haddaa intaad barato aad ku dhaqmi weydo waalidka ma cidlaa dhigto waad baabi'isay waad baabi'isay waa xadiidka xadiidka lamidka abyaadii shaatibi fi alfiyati uu ku tilmaamayo weeye fayaa ayuha alqaari lahu mutamasika mujila lahu fi kulli xaali mubajila hanii amari anwaalidaaka calayhima malaabisu anwaari min ataji walxula famaa dhannukum binajli cinda jazaa'ihi ulaa'ika ahlu llahi wasafat lmala abyaadii marka xadiidka buraydi xadiidka mucaad ibn anas buu tilmaamaya shaatibi fi alfiyatihi abi muusa alashcari aan degdego waqtiga caawa igu yar dheeradaad moodaa ina hada alqur'aana kaa'inun lakum ajra وكائن لكم ذكرى وكائن لكم نورا وكائن عليكم وزرا حول ابو موسى الاشعري قران كان اجر بات كهليسان شرف يا مغعبا ايدن كجرا نور باخر ايدن نقني ادون كبا وكذلك وحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري وكائن لكم وزرا بور دنبنا ويدن كن نقن كرا نور بايدن نقن شرف يا مغعبا ايدن نقن اجر بات كهليسان دنبي علسن ويدن كن نقن كرا اتبعوا هذا القرآن ولا يتبعنكم القرآن والقرآن كالراعي إذنك والضبق
قرآنك يوسن إذن دبقلن وإذن ضالع إذن راعن فإنه من يتبع القرآن يهبط به في رياض الجنة ومن اتبعه القرآن يزخ في قفاه فيقذف في جهنم عياذا بالله حول القرآن كان إنك دبقل سوك هو جنة ضفك سيريا الله جنة كل حشر وفلين بعد ذلك لكن القرآن كل روحه دبقل ويؤد دعوي قذات كنتي اللي قد فطول له أمبوري يجهنم يلغطوريا والقرآن كراع ودبقل القرآن كسيد دبقل يجي صحابك وحديث موقوفة لكن حكمها المرفوع كأسد هذا ركتان كعب الأحبار وحورن شري عليكم بالقرآن وانين هاد يهودي أها أو إسرائيلي أها أو توريدي إنجلي يقان واقي دمر إسلامي وحسن إسلامه سلفكم هذا وشعلا حتى عمر سؤال ويدين شري أصوغ حتى مرة كشك سلو كبقين وقريه يهود نمد إسو وقريه كبقاي عليكم بالقرآن عمر ودرين بناي والقرآن كأقادوا فإنه فهم العقل ونور الحكمة وينابيع العلم وأحدث الكتب بالرحمن عهدا حلو القرآن كأقادوا كل رقم محايا لي وعقلك فهم قرات كي سوي وحكمة النور كذي ومالو علم خير كبتاعه وكتبت إلهي سودتي كتابك قدام بحق الله كي مادة بحالك إلو قدام بيوهي هذا دانو كتق نحقينو هذينا معاذ بن جبل أي جماعة دور بقولوا أنه ري يمن يذهب وأنه وحق الشيغي وحوري سيبلى القرآن في صدور أقوام كما يبلى الثوب قرآن كي نكو حنبارسن أي قرآن كدوغو بدون اللابت كدوغو بي سيد مرض كدوغو بدوك لي فيقرؤونه ولا يجدون له شهوة ولا لذة محايا يلي قرآن كي بأخرين أيان ويدريرين أيان من ردن سنيان كما معان سنيان نحريسي ناعو مدريم أيان واسع واسع يفرح مدريم أيان محايا يلي قرآن كي واب ودوغو بي وقرآن ركب الولى وحامل الكتاب الله حادة الله أخرس وحبنا كما أيوه وحور يلبسون جلود الضعن على قلوب الذئاب أعمالهم طمع لا يخالده خوف إن قصروا قالوا سنبلغ وإن أساءوا قالوا سيغفر لنا لأننا لا نشرك بالله شيئا حد مدانا يقول نقاو الرماي وحور يلي وحي حرانا يعني هرق إسانتي إيا مقارك إيا هرق إذاها قلبي وذي ونهضون وإيا يعوري الرؤية بالوي حوجي ذا كركو هذا وارت أبي الصدو كرك هذا وح كسيس بسرو كم عن مجد وح مسك وقبوية واسيب سب هذه مسك غسي حتى كركيس أدو كتابتنا كو شيء كركيس وقروح سي هاي سنتي بلايدي باشون كوجي تو حلي هذا يلبسون جلود الضعني وقلوب من قلوب الذئاب وحيابان بهلان وقارس ذا يجي بهل كلي هذا ذئب جاء وقحم وغرتير ومصيبوي وحوري سحابيكو أعمالهم طمع لا يخالده خوف أعمال شو تقدم بوا إسكا وإسكا هنقوري بولي وحوم بإسكا رجي إنو جنة إسكا قالو إنو إسكا برواقوبو إنو خير إسكا صوفرمو إن نعمد أدوي من أخرى وأن لك لقاذن وحيارو عبسي إلى قلب إسكا مجرتبوري فيلم في عنو با إسكا قدار عقار بو إسكا داوري عبسي إلهي بماشي صوتي قان ماي وحوري سحابيكو هذي جواد فلانو يعماشي يا ريان وريب الواسده ما تهبين كتوسد أو سنتد أو كتابك لا يحرميس محل كتابك أوبر كذات راض إن شاء الله يكون خير وأن هجاتين دانا وأن هبين دانا أقول يا دبل ود ولا مكان روح نسكت داي ورق شيخ نوسو الدعاء إن شاء الله إلهي إنه النصوح نوني وما صعود دقو ما كذا قانا خائن خائن دليل بقوله أوصلوا كحمرية وين أساؤه أبتشده والروح مكتاي وعيد الزبالده إيه وعيد ننفدي اللي ملكته ننفدي اللي ملكته روح هذا مركو بعيد قاضي سوينه حيوه اسكر اسبرقنتالو أسوي استهبيبه الربا هذو اسكال أبا حشي مقادي كرتيد هذي حمان سميا وحول وحوره يوانو لود مدافع حين مشركين باننا هاي مرضانا مشركين هاي وانو اسكا أوكي بيقولي وحوضو دم مركو وامحي والأمن بمكر الله ولا يمن مكر الله إلا القوم الخاسرون هل سوية أو شاسو كدقي علي بن مطالب بائي يريب نكو لورجي إياس بن عامر مالي مال محكمة قعنتو ربي سيبر قوني بيلا بحي عويلي إنك إن بقيت سيقرأ القرآن ثلاثة أصناف هذا تسيجوك دانوا من سعوداي وعمرك وقسمه كتاب كلا يصدحك وحط بآخرية ضرور سنف لله وسنف للجدال
وصنف للدنيا ومن طلب به أدرك صدح لا صدكم قندنام بول نين قرآن كأبرنا إلهي درتي أضو حكون نقوتد آد كبت بادد آد كبت قنتد إلهي أكو كبركي جنة آد كيشد نارد كبت بادد بأبرنا إياه وأنا ضد يربولي قل وحي أبرت آد كدودد ريه بلاد كدفاع دد فرديها مكالا فرديها آد آد سو تورتد يا عامل قردهن واسده دود بأبرنا إياه لأنه وحي أبرنا للدنيا إلا بيل بهذا قلي الدنيا أبرنا إياه شقوين باكو حيقة وحبا لقول راد سدا مشروع الدنيا بقى ليبا وحول لكن حد وقتا ومن طلب به أدرك قرآن بولنك وحكور راد سدا الدوك وكوهل لكن آخر ما لقيك قلي ودكتين ضد الإسلام كشيط قرآن كويتشعليه ننك أهل القرآن كانوا احترامان إذن وكوالي أنك أهل القرآن كوحان تاقرسنها أو هبل كوهاية إذن قرآن كان إنك حيودك أصمرا دنت سوق جراب لكن قرآن كعبد الله إلهي درت أبرتا أبو قلابة وحولي أبو درداء بن صوص سلام فرين ريكو فوق كان وحنا يقول إيه قرآن كي يقان ويكسو سلام يين وحين يكون وجاه ذين بل وحون ترى أية صلاة نصوص إيوانا حول وعليهم السلام سلام تانيك جرسيبول ومرهم فليعطوا القرآن بخزائمهم فإنه يحملهم على القصد والسهولة ويجنبهم الجورة والحزن بول يقول السلام بالقلية وذا ده ركوا في علماء صلاة الجارسي وحان أشر كتابه قرآن كهسيين هجان كهودي بتمبول فليعطوا القرآن بخزائمهم خزمته و سنك على قد دول اللي يرتجى ما كان ربعين وصف عن أسرع هذا ما كان سا حرق للجريا كدي بهجان كله ولا حرق كدي فلك سات ثراء والله دقائق ساسو جن تمية الزمة دي هو جانك هذا كتابك على هؤلاء بيمبر وقرأنا هالشيء مع إنك القرآن كأوه جاميو وحوك لقول بيمبر دجنان شيء سهلا نحريس خير بوك لقول مي جوري ظلم واكل لحنية مركم حكومي القرآن كهو جانك وديبته مرن كورن شيء إنك لورن شيء ابن عباس رضي الله تعالى عنه يق أحاديث كسي يرابان كيان يقيبته وركب بحاجة، وكي أورنجر في السنن، نينك أن قلبي يس قرآن كجرين وكالبيت الخري، جور بالي يبي أدوي أدوي بولم بدياي، قرآن كقلبي كجرين وقرآن كلو قدق ماي، رواية كلو كعديه وأسقى موقوفا من قوله والعمل به، فض قرآن كوحوقف فلان، حديث كبرد قرنيسان، جور قرآن كلو آخر أبو هريرة، جور واسع نقطة. هيركيس ولا كادا عرضي هواك كلا دجا أضيق بالعاطس كل عمهايان والنبط شيطان كنوا كبحة خيركيس الله فرا جوري عن قرآن كلو آخرين دت كيسون قرآن كإسم برنين وجور كلل وجور الشدادو هذه يقول ما حال سرسان هيا وذات كي وذات دبا إسكالوشة عرضي بان كلا بحينين بيل كبا هيرك نقول هيا ما تركي جدو قرآن كم مرك جوريو بركة هيا كُلَّقَنْ كِيسَانَ وَحْوَلْ بَكَسِي فِيَعَنْ وَاتْقَرْنَا إِذَا عَدْتَ الْحَدِيثِ كِي بَقَرَةَ قُرِيُوا لُقُوا أَخْرِيُوا صَدْحَ مَا الْمَوْتِ شَيْطَانَ مَسْوَ قَالُوا شَيَاطِينَ تِيجِينَ وَرَنْ بَاكَ لَهَا ذَيَّ إذن شيء إله سيدا أبارك يوحال الدنيا يا إن أبارك تقول يا وح هذا يسطو الدنيا وح يستمجره هذا ما هيستمجره شيء وين هذا قيمة كلية شو أذ وين يسو قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهملي أظن حامل لكتاب الله وعالم وقرآن كحفظا أو بركزا أو كتشي فاتنا في عامة إردال الذي يدقى الحمو ودقى توعبوي مركو رو مركو إني الدنيس يبر ليس كاهيد بالله غيابا إلهنا أسطوري كتاب ربك أهل ودد القرآن حجة لك وعليك حديث أبي ملك الأشعري واتقرنا إزان في السنن يا مسلم والقرآن حجة لك وعليك قرآن كسيدي سوى الله بضع من أموي مثل تحاد مبلها أما وكود دودي وجنة كوكالي أما وكود دودة وكود دعوه النار باتغيسا ابن مسعود وحاكسه من قوله ومرفوع حكما إسكاء قرآن كآخر إيمان مركز أشفع قادة يا أحد يقاني كود رقم الشري جنونا قينا قولينا وكود مخراتك عن النار باتغيسا وحان نعقات العلماء الله كتاب قرآن سوى البضو آخر دار وضمانك تدبجز آخر دار أما الله بصع آخر دار أما أطوان طنبا وسدح برات كلهم ما يسامبا
wax ajirood ka helaysaan lama arko ilaad ku dhaqantaan. Hal xaraf oo ajri lagaaga qori maayo ilaad ku dhaqanto. Mucaad ibn Jabal baa fatuwoon jiray, wax khilaafsana maana arag. تعلموا ما شئتم أن تعلموا واعلموا أن الله لن يؤجركم بعلمه حتى تعملوا وحوال بو دونتان برتب ورسا دونتان ودريرية سا دونتان وآخرية لكن محل أغاتا إلهي إذنك أجر سين ما هيو ثواب كهل ميسان إلا آتكو لقنتان كتابك إلهي داري من غير كيبا سو سارة وحان دورينا حملة كتاب الله كتابك ربكين حرميان طمع الدنيا ذاك فقادان باهظ وذا قرصدان الله وشيكتان آدمها اسك أروريان اس دوران اس إلاليان وحير كد مركا هاوشا كل دقانتو حرما ديالان قيمة ديالان آدمها يا كسور هاتن قرية الله قويمان وذا دهبر والله قصور دي لكي أدوها دا سيدي ايك الدوان نهنا عليسو ويكباب بإينا يان إلما يركح بدا عجرة بنا كولسو يستاقي وحكو حرمين مجرو هوين ذا كافر حالان وذيقا أسوه سيتشي ذا سير ننتقصان يشيلن كوتاقي سلامتان سبعان لغاقا قادينين أذان كتابك ربك حرمينين إنما يخشى الله من عباده العلماء عمر باو حكوري كعب محي علماء انتهي قرآن كبرتان وعلم كبرتان ويسول بأقود دالان هدانا قلبك وقبحا ويوحق نقوم وايان وحور يذهبه الطمع وتطلب الحاجات إلى الناس ضمع الدنيا هنقوري قاسا بابي ودادا iya baahido ibn aadin la aadeen haday rabbi la aadi lahayeen quraanka dhawri lahayeen ayaga ugaasho noqon laha adduunkan ka tayin laha fudayl ibn iyad abu ali az-zahid ya wuxuuri abdullah ibn mubarak inki aalim ka garab abdurrahman aya wuxuu ugu yiri buuri aktharukum ilman yanbaghi an yakuna aktharukum khawfa ninka idinku cilmi badan ee idinku aqoon badan waxaa la rabaa inuu idinku cabsi badnaado حملة كتاب الله إلا من رحم ربه سنة ما أنت إنه جو الزمن كاني عمذا كعلم يا كعبادة بدن أو كخير بدن أو كعبس بدن إن بدن ركمل ذا مش اللي دونا يعني كقرآن كحمبار سني إنه هريال نقضه إنه هجان نقضه إنه نقض أحد كله قد ضيده إنه نقض إنك تدك هجان من أي ضيع شدة بدن أحد قا مش اللي دونا أسيب وحويه هلا دب كيمو دب صعد wax kale lagu tilmaamo wanaaga ummadu markay fiiriso hebel ay yidhaadaan onkay quraanku yaqaan ma jiro ummadu u sadaqa badan lagu oran maayo oo salaatu lil badan lagu oran maayo oo sadaqa badan lagu dhihi maayo oo soon badan lagu oran maayo oo run badan yahay oo khayr abadan khayr kale wanaaga ay quraanku farayay ee markaa loo bartay in laga faa'iido lagu mahayo kaliya waa macallinka quraanka urta baray waxan baa lagu sheegay guriyihiisu guryaha kama duwano habeenkiisu habeenaha kama duwano maalinkiisu maalin kama duwano waynu gaari doonaa xuulu waxaa munaas waajiba mid walba ku ka aqoon badan yahay waa inuu ka cabsi badan yahay wahay ibn warda oo taabica wuxuu oran jiray qur-aanka akhrintiisu waxaad ka dhigataa cilmi ee camal ka dhigan wax inagana haysta wey qur-aanka waxaanu akhrinaa waa la dareerin in ajrun laga helo oo ma akhrinaysid aad fahantid cilmi aad kala baxdid axkaam ما حلال ما حرام أمرك النهي مركز كتاب القرآن كآخرين سوء آخري آد علم كبرت علم جانا آد كل قنت هو آخرين كعبادة أهان والله صوما صوم والله صوما أجر بذكر دونيس القرآن كوالد دريم حكى دونيس أجر هل كحرف من لقاق قرو طبعا أجر هو شو سدام ما هو آخري آد علم كلب حديد المسائل كلب حديد مسألة عصب إله وفهم يغفر إله وحي فانسي إله وأنا له قرآن كيفر فقه يسي علمي يس أو تكد عيسته أو تفاسير تفيرسه هذه لكن مصحف كاسود دريري جلاد كي يورد كي يبان طورة هيا كد من أورده هذا ما إنك هل ما نبغى كده ما ينكرتا لكن مركب ضوء حيس أنا فانت ضوء آخر نيس سيد عشر لقوس آخر يوم كله أطرع أنا يسه هل جزء ما إنك ما دم ينكرتي شن عيود بدل دافينين جاب بن عبد الله الأنصاري وحورن جري حامل القرآن إذا عمل به فأحل حلاله وحرم حرامه يشفع في عشرة من أهل بيتي يوم القيامة كلهم قد وجب لهم النار نيكو قرآن كي يقان كل رقم ما نك قيامه
toban qoys buu shafaaca qaadaya oo naar u waajibtay toban qoys oo ila naaro la cadaaba ay u waajibt marka amalkoodi la miisaamay ayuu u shafaaca qaadaya ilaahayo toban kan qoys waa ahli iyo qaraabo ii si daawo loo sii deynaya naar baan u waajibtay walakin waa bishartu inuu quraanka yaqaanay kuna dhaqmi jiray haddaad quraanka taqaanad ku dhaqato meeqaankaas inda allah ku leedahay لكن هذا كله رقم جيرين أحاديثك الوحي إنه شكتي صدح الروح وهو رسل العذاب محاكمة نين القرآن كي يقانون كله رقم جيرين وأبرتي هل إذا واقاري تضبط قراءات بيقانا ما يطبن كبا مع الشواد أفر يطبن كم يلبو ساري انت جائزوها انت شهاده ليقال أنه قاري نار تلقوا بالله بيا محايا للشيء آذي أدقي مبضان ninka ka dhacay ku halaabay si kale u isticmaalana dadku ugu liita aqligiisa ruuxa isticmaalay ilaahay u dhawaada ee baasa malaa'igtu u dhawaada aqligiisa ruuxa isticmaalay waayay kharimay diinka ku tuntay hoos aadana xayawaanku ka liita maca sarfarat alkalam albarra sumaydan maqal ulaay kala balhum adallu waad maqashay sooma aadama waba sidaaba ama xagga malaa'igtu u dhawaada ama wuxuu aada xagga dameeraha wax u dhaxaya ma jiro إذن وإن حق ملائكة الله هذا للدونية قرآنك راد بو كتغا روح يقان يكو رقمية ومدن واكد وي عند السلف الصالح قصة ودقرية مهم كاي أبقي مباني يوم اليوم مكو نبقو حجابتي قبائل فربان بادين كبحو الردو ودقرية صحابي ودال ديراد اللي ما دي خلافة أبو بكر وأنا سوعلي دقالك وقبنا المسلمين تيقال رحمر مرتدين دقالك ريبني حيفي ما كده عيبو هدقرية مهاجرين رايض وذا وحاو وذا بندير دي عالم كوذا قبائل قبائل با لوكلا تقيك وحكوحا لوكلا دقالام ما دام ما عدو بلن ليس هايو سنظر وحاو ما كده دقالام يسنين كونو بندير دي رير كوذا وكوهز دقالام وناكسن سيد داو عيس اللوقة المدير تيسر وقتكين هذيك اللي انت ضايع انت يلا سكوها الليل مسلم كلا قائد دون الاول لقاتك لكن هذيك كاتك ما رقص يقان ويسكوي بالدران عيب ماشى لقى بقايا نبي واقيبين شري اضو عيدا كي مهاجرين وحاب بنديرة اللودي ومالك اوه الرئيسي صحاب اللودي عبد الله بن حفص بن غانم وشهيدي مالك دم وحاق على سالم مولى ابي حذيفه نن اضون وهان شري هوين ايبا حريسي وحاكر سيد أبو حذيفة عتبة بن ربيعة أول دلي وذكرنا يسوع من المهاجرين الأولين أبا كرصدي مرك أبيه لجرم وآية تبنى عيسو دكتور الله سكر أبي زيد بن حارثة أبيه ولا قرت سالم أبيه ولا جرم وآية وحلقو أنا يو لو تجري سالم مولى أبي حذيفة نينك تبنى ويلك قد يكتئ سو كرصدي يا أون لو لو رجلي قع الكيس لسكور رجلي نين أو قيام بدن أو قرآن كي يقان أو قيام بدن بوها أو نبي أو تلمامي أو رجل قرآن كلا جبرتو هبين أو مقل قراص أو يري إله وضع كم هثن أو مضى إذا هذا كسر حصارته سالم أو كله نين كسوها مركو صحابي قهري مهاجين تقول شيء باسوق وقاضي بدي ردي نين كمان نين أبتر كيس الله يقان ما وأمولة حيد إن سالمو أما حق هذا نلقص ودعاء رأي ذاك عرتا ما نين كمان نقول ديبتي xurmanaad ugu leedahay hadii dhankayga maanta la idin ka soo dhacay fabiisa xamil quraan idan ana nin quraan xambaarsan kitaabka rabbigay ku dhaqmahaya hadii dhankiisa maanta la idin ka soo dhaco quraanka baan ceebayay dagaalkii baa la galay isagoo dagaalamayo calankana ku ay gacanta la gooyay midigta raayadii calankii baa dhacay bidixdu ku qaaday dagaalkii buu sii wadaa tan waa la gooyay intuu soo qaatay labada gacmo gumadkoodba laabta gashaday asagoo laabta ku haysta yala dilay dhaawiciisi ayuu la hadlay saxaabada wuxuu yidhi abuu xudayfa ma nool yahay may wuu shidaa la yidhi waa odaygii isaguna soo korsaday qiimaha badan saxaabigii abuu xudayfa waa badri muhaajiri isaguna wuu shidaa la yidhi wuxuu yidhi hebel ka waran wuu shiday iqaadoo dhaxdooda idhiga buu yidhi intaad qaadaan meesha u dhaxaysa abuu xudayfa iyo saxaabigaa kale ii dhaxaysiiy buu yidhi وحي نفتو كبح ذا سوق آخرين هيا وما محمد إلا رسول قد خلد من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم هيا الدس وضرحوا لها يا مرتدين تريباني حنيف وآخرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابوا في سبيل الله وما ضعفوا بئس حامل القرآن أنا إذن بور هدي حقا يقول الله صدعه قرآن هذه قلته ميسان حول أنا بدأت أقول لي ته بلا يد فيقول عذبور سدا سيد سلفك
quraanku xurmeen jireen asaga saaxiibkii abu xudayfa maalinkuu dagaalamay yaa ahl quraan zayru alquraan bi'amalikum la bi'aswaatikum buuran jiray ma ku dagaalamaysa suu leeyahay waraga quraanka yaqaano quraanka waxaad ku xurmeysan ku qurxisan amalkiina iyo dhaqankiina hal arka manta waxa dhigtaan wacdaro raga quraanka waxaan rabnaa dadka inay ka duwanaadaan oo ka tilmaanaadaan oo ka tacdaaraadaan ila ilaahay baa sharafo karaameeyey cabdulla mascuud wuxuu odhan jiray yanbagii lixaami alqur'aani an yucrafa bixusnihi id innaasu yafraxuun wabibukaa'ihi id innaasu yadxakuun waa runtii wuxuu ninka qur'aanka xambaarsan ee yaqaana waxaa la rabaa in lagu garto oo ku tilmaanaado inuu walbahaarsan yahay oo cabsanayo oo khushuucsan yahay markay dadku ay faraxsan yihiin inuu ooyo ilmeeyo ilmada doogo markay dadku qusqus lahayaan maxay kitaabka rabbiga uu garanayaa waxaa kaloo cabdullaahi ka soo inuu yidhi yanbagii lixaami alqur'aani an yucrafa bilaylihi id annaasu naa'imuun wabinahaarihi id annaasu yafturuun wabixusni id innaasu yafraxuun wabibukaa'ihi id innaasu yadxakuun wabisamtihi id innaasu yakhlituun wabikhushuucihi id innaasu yakhtaaluun idan waa idinla dardaarmeen salafku waxay leeyihin ruuxa qur'aanka waxaa la rabaa in habeenkiisa lagu garto oo markaad guri intaad ku guurta mid cusub aad degto qolyaha la soo degay dha wadaadkan muxuu ahaa meesha soo degay reer baa deganaan jiray wax shanqana may ninkan oon guuxaaya in habeen seexanaynin muxuu yah waa in la garto meeshaan inuu degan yahay wadaad qur'aanka yaqaan waa in maalinkaada lagu garto soomantahay markay dadku afursan yihiin waa in lagugu garto khushuucda iyo muraaqabada kaa muuqata markay dadku faraxsan yihiin waa in lagugu garto ilmadii oo inta aad duugaysay ilmada aad duugaysay lagugu garto markay dadku qoslayaan waa in lagugu garto aamuskaada iyo edabtaada markay dadku bardoodamahayaan oo hadalka cantarabaashka ay isweydaarsanayaan waa in lagugu garto khushuucdaada markay dadku kibirsan yihiin yacni maa macnuhu war ninka qur'aanka yaqaanay waa inuu ka bedelan yahay bulshada waa inuu ka tilmaaman yahay waa in loogu soo hagaago wanaag iyo khayr iyo diin loogu soo hagaago hadduu dadkii la sinaado ama macalinka ummaddii ka daraado bal ka warraba xagga xumaha oga daraado waa musiibo waad garanaysa xadiid ibn cabaas fi saxiix al-bukhaari sayidina cumar dadka la fadhiya la taliya yay ahaayeen ee uu soo dhaweysto ama waayeel ha noqdeen ama dhallinyaro mulay ha noqdeen waxay dadka qur'aanka yaqaan dadka qur'aanka yaqaan nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay weynayntiisa waxaa ka mid a ina min ijlaali illaah waxaa ka mid a waayeel sunnada ku ciroobay ood xurmayso waxaa ka mid a alla ood weynayso waxaa ka mid a nin qur'aanka yaqaanood weynayso hayra alghaali fiihi waljaafi canhu baa shardi ah inuusan qur'aankana ku xadgudbin xaggana uusan ka goyn inuusan ka fogaanin mar baynu sharxi doonaa insha allah sufyaan athawri baa waxaa la yidhi cafwan sufyaan ibn cuyayna ayaa maka loogu yimid muftiga maku ah waad garanaysaale niman doodo culimaa u yid waxaa la xaamil qur'aani man huwa ma ninka qur'aanka yaqaanaa mise waa ninka ku dhaqma tamaaraw bimakkata fii xaamil qur'aani fasaaluu sufyaana bni cuyaynata faqaala alcaamilu bihi waana idiinsoo sheegaya xaamil qur'aani waa ninka qur'aanka ku dhaqmee ma aha ninka xifdsan laakiin hadduu xifdiya isku darsado dhaqan waa janno iyo nuur weeye laakiin hadday noqoto dhaqan dhaqanka yaa xoog badan fudayl ibn ciyaad hadalkiisi baan ku gabagabaynayaa waad igu daasheen baan umalaya caawo habeenka horaan durba idin sii daayee xaamil qur'aani wuxuu waa xaamil raayat alislaam u fiirsada halka asaga qur'aanka ninka xambaarsan calankii muslimiintu wadaa buu yidhi laa yanbagii lahu an yalgu maca man yalgu walaa an yalhuwa maca man yalhu walaa an yaswa maca man yashu wayanbagii lixaamil qur'aan anlaa takuuna lahu ila alkhalqi xaajatun laa ila alkhulafaa'i faman duunahum wayanbagi an takuuna xawaa'iju alkhalqi ilayh hadalka idiin sheegay in ku socda halkaas wey wuxuu ninka qur'aanka yaqaano wuxuu xambaarsan yahay calankii muslimiinta ma haboono inuu la kaftamo la cantarabaqasheeyo kuwa cantarabaqashadaan ficneen kuwa isku mashquulinaya kuwa ilaahay halmaansa inuu la halmaama ma aha waa inuu qur'aanku ninka xambaarsani uusan aadamaha wax baahya u sheeganin waa inuu baahidiisa qarsada rabbi weyne u sheegto khulafo iyo dowlad iyo qeyrkood midnaba
madaxweynaha u tagin, khaliifaha u tagin, amiraha u tagin, kitaabka oo ilaahay xurmee. Bal waxaa munaasab u dadku adigu ha kuu soo baahdeen, adigu caawi, adigu waxtar, adigu aabihii loo imanaya noqo, wadaadka la soo aadayay noqo, inaad marka adigu sida eyga iyaga daba dhoodhoolayso, qur-aankii baad baadishay, kitaabka rabbiga madax xurmayn, adigu ismaada xurmayn, waad baba'aysa. أما الخيام فإنا كخيامهم وأرى النساء الحي غير النساء يا أبو كل كل وحول تنوينك وتنوينك ريهبل لكن ضمرك ضمرك معها مقال كتب حامل القرآن بلا وذي هاي القرآن كوال ودرينا يلا لكن وحلو كلا تجي رقم بلا وذي كلا تجي فضي من عياد بقصة عجيبة قبطي نبا ويمت ربعين الرئو فسره حول رأيت البارحة في النوم كذا وكذا حالي بار رياض وحنقر رياض سيدا يستابور فلم عيد وحيدي وقرآن كما تقارنا هوا حفظنا هبوري فتنام الليل وأنت حامل القرآن أما تخاف أن يأخذك الله وأنت نائم بوري محيوس على ولادك حروقها إن ري الله فسره أبو علي الزاهد نمحيد وقرآن كما تقارناها وتشد كيزها وأنت شفتها وقرآن بهذا تقارنه محاكو سيحي أبو ريوتي بوري قرما ريوتا بورت يا ريوتا وحريضة ننسى حذي نيجي واجي واجي محاسية برود قرن إنسان ويود مسديت نسديت سديت سقالك آت باللوح منشر مقحيل اللوح منشر إيوه قل يرها يكون فرضا مقحيس كوي ما داتشري أضي مرك الشيطان يا عودي يا ريوض حالي أريارك وحان ريوض أفوينه ما يلح مكسر دعها هي وحان ريوض دو 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 ميسة وحان ريوض جان الهيب ولو حوش حوش لك لقوي ريوض فسرة دو دو لوقع سيا dowladdu hoos u ogaatay sirdoon baa la soo dharcad baa la soo diray odaygan shaydaanka ee fasirriyooyinka musiibada dharcadka rag buu ka yaqaana odayga marka mid ka la dareemay inay fadhiyaan markaas uu oday yidhi yaa riyooday xalay kid baa arkay inay fadhiyaan ciidanka yaaba seexday buu xalay horta riyo gorba itibaada ninkoo qaxwada intuu shubto odayga yaa riyoodo la rabay in riyo loo soo daayo wuxuu arkay kii kale wuxuu arkay nin dhaca oo fadhiya oo sugaya inuu ragga ka qabto wuxuu yidhi oo hebelo waxa la horta yaaba seexdayba maxaan riyoonaa idan waxaan u jeedaa fudayl wuxuu yidhi qur-aankana waa taqaanaa waana riyoon miya riyo maxay u baahantahay seexasho yaa nin qur-aan yaqaana maba ahayn weeye inuu seexdo uu riyoodo maba ahayn sifa ibn Uyayna wuxuu yidhi qur-aanka ninka yaqaana waxaa la weydiin waxa ambiyada la weydiiyo u fiirsada yus'alu ama yus'alu anhu rusul wal anbiya tabliiq ar-risaala weydiinayaa buur aadama maxaa la xoolahoodii baa la weydiin wuxuu laakiin qur-aanka dadka yaqaana waxaa la weydiinayaa nabi maxamed iyo muuse iyo ciise waxa la weydiiyo nabigana maxaa la weydiin nabi allah wuxuu aan kugu dhiibnay ee diinahay ummada ma gaarjisay hal ballaqta ala hal ballaqtu wey وكان نبي أذو أنت سألوا ويدين دونا قرآن كم براتي وما دم قارسي سي ما كردا قانتي مرك أنبياء بلو قرب قليه مع هردية هؤلاء كراس وقلي عبد الله مبارك وحوري من حمل القرآن ثم مال بقلبي إلى الدنيا فقد اتخذ آيات الله زوا وإذا عصى حامل القرآن ربه ناداه القرآن في جوفه ما لهذا حملت أين مواعيدي وزواجري وكل حرف مني يناديك ويقول لا تعصي ربك بما نقولك سؤال بوحول السياح قرآن كان ننك يقاني أدو يدن استعليسية إيه حق أدو يدن أجن شير الصدا آياته إلهي بكوعي يا ريبون ولا تتخذ آيات الله وزوء سميدا مقال ننك قرآن كان يقاني أدو يدن دواء أردة إيه هبل يمدحوين هبل طاقير سن آياته قرآن كوكوشة شيسي قرآن كان يقان هدو إلهي عاصيه قرآن كان أقرأ واقع وعلوش سكالة هذي وقرأ يسان إماما بران ما كان لا يبرتم مدون إلهي إلا عاصيه أو يوعد إلهي وحان كاربي حرف والبا قرآن كان مدى كلها هذي آخرنا كو حجوك وقوقي ورنية ربكها عاصي أليه كو أبو رها عاصيا صفة رب كلام الرب وإياها عاصيين بورنية قرآن كان دعويني أحمد حنبل بوحوي من الأرض يلي حديث كان برانية وورا قوتة ما يلبضن صمر أبو عثمان لورنجري ardaygii buu soo dhaweeyey guri buu geeyey wuxuu halkan joog beri waxa ku yirin doonaa uu marti sooray weysay iyo biyo meel u dhigay galo siiyay
ويسد عشها ولا ود تكذي تيسا تليلكم مال ودنا يهرم جسم ودياري نسنا مرك اللي جاري وأحمد حلي وكيع ترى وكعي وتكذي وحارك بيهم ماشي يلا يوادك ولا خورناي ويسكت وتوسي أذانك الصبح وتوسي ولا ود تكذي مركز يا أبا عصمة محاوتي مد بالورطة أنا ما حد قطتي مد القصوى الضونتي وحلو حن من الحديث كابر طالب العلم حديث أثري بناهي بالحديث رادني مركز سيد حديث كل رادن أظن هبين كتهاجد تكنين اذهب من حيث أتيت بول عد من حيث أتيت كل ما مش هتقطي مد بول طالب حديث باتاي حديث بعد قبرنا هبين كنا واتخورين مياه إلى صلاة الفجر كلا جاره حديث ما استهشى الصعود داف وهوش فضيله كليلي قرآن واتق أن وان الريون مياه ومحاور دب كوك جي سلف مركي أركان مركا مركي أركان وانا جاي قيمها هل كاسيد دكان مركي الإسبدل كويمت القرآن كي كتكتين الكتاب كله قطن طيب محيد هذه نيك لورنجري زكريا المنصور القرى ذي وحول أبا حازب بن مقليو يلي كنت ترى حامل القرآن في 50 رجلا فتعرفه قد مسعه القرآن وأدركت القراء الذين هم القراء فأما اليوم فليسوا بقراء ولكنهم جراء وفي رواية ولكنهم خراء وركاس ورعلسوه وحيولي وحان سوء قاري كنت روح أما بقول للمكة قصة بحضه وحاد قرنجة تنك القرآن كي يقانات أظن لكو شيء هذا ننكاس يا قرآن كي يقانا ما هو قرآن واكد ولدتك صلاة ديسة صوم كيسة قيام الليل كيسة آموس كيسة إذب تيسة أخلاق ديسة أنشي كيسة دتك ورده واكد ويا أصوه كتاب قليل حرمين دتك سانوك سوق قريب القرآن كي لغا قرت أدون أقول إن بقول لغا سو صارو هذا وحان نحجو ناب القوليو أن قرآن هينو ولكنهم جراءو أو خراءو ووصالو ويصالو أما إلهي بيكود يرين قرابة معها فضي بن عياض وحكدك الشري حلق سقراط الشوكتي إياك وصعبة هؤلاء القراب فإنك إن خالفتهم في شيء كفروك بول كون قرآن ما بول هذا الصحوة روح اسكت داية قال بابا تيكو ليهم بول وانا القرآن نوصح إيسا سفيان الثور وحول يددك وحانا وقود شعلان جري يددك قرآن كي يغنى مانتنا يغنى أقول نعباي محايا إلي قرآن كي يكتون تكتب كي يواكتك إمام الشافعي سيدا سوكالا سوكالا كسوكالا أحمد سوكالا ثوري سوكالا ابن عيونة سوكالا ليت ابن سوكالا هداد واناك سناتنا بالك واناك سنة الدهابي إلهي كوكو قريبا لشيغي هداد حماتنا ميشا تالا لشيغي وشيددو وامحي وحاسو عرانا إيو دقابين وحان كوودا كتاب كلاينا حرميسان إذن كنس حرميسان كردقانتان اللوغود دواتان وحو يهي قيمي سادرينتان أمد هريال النقطان نهو قاميسان حماها نهو قد دكتان وناقا نور سيدان وشددو وا انتاس دان كلون كالهي مجر دك إذن كان يدين كتش على هاي لكن روحا تعيش هاي بابا لعنان تا قول يا ريما علينا إسلام تي تعليم بابا قراعان هذا كور رواي دين شاقي ننك مركا حامل القرآن كا تحيير وطري وداد وكلادر داربي بعد ينكوك بكيبو وانا كتاك هذا الكا خزان وحي الله لم يرى غيرهم أهلا لحفظ كلامه المختار لكن عليهم أن يقوموا بالذي فيه من المشروع للأبرار صدق وإخلاص وحسن عبادة وقيام ليل مع صيام النهار وتورع وتزهد وتعفف وتشبه بخلائق الأخيار وديانة وصيانة وأمانة وتجنب لخلائق الأشرار وأداء فرض واجتناب محارم وإدامة للحمد والأذكار يا حامل القرآن إن تك هكذا فلك الهناء بفوز عقب الدار ومتى أضعت حدوده لم تنتفع بحروفه وسكنت دار بواري إذن أمانة واسدة كتابك القرآن كإلالية شرفته رئي جريسة السوحلية مقعيس السوحلية ميقانك السوحلي إذن كبركوبي مقعيالني كلمة أن وحي كدن بي معلمين وانا اسبدا لدن كو أركو وان إذن دعينه والد كان مربان الله لدونا وان مهتنتين دولي كتابك ربك
jongaladay geenayaan boosnooreeday geenayaan dadaal la'aanta ay ku hayaan duliga culimada ku hayaan iyo quraada iyo macallimiinta mar baan ka hadli doonaa intana taagan isbeddel idinka waan aan ku arko waad maasantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wixii khayr aan sheegay Allah idinku anfaco wixii shar aan u qasnaa Allah i dhaafo kalibadana Allah idinku anfaco wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu